Male. شو هالمرة كمان بدك ترجع تترشح؟ يا حبيبي أنا مرشح ثابت على الانتخابات ما بتزحزح. إيه بس ما أنت كمان سائد ثابت. إيه حبيبي بس أنا خلص مصر على الموضوع وبهالمرة عندي برنامج قوي. حمسني يا زلمة، شو هالبرنامج؟ ليك بصراحة أنا بدي أقعد اللبناني كلهم هلا، بدي خلي الدنيا تشتي عليهم بواخر. بدك تشتي الدنيا بواخر؟ إيه طبعا بواخر، وكل مواطن لبناني بدي أعمل له بير نفط ياخده. يا لطيف، كل مواطن عنده بير نفط بده يطلع له؟ إيه هذا غير الأشياء التانية اللي بدي أعمل لهم إياها. أشياء تانية مثل شو يا زلمة؟ شو بير نفط؟ يا خي بدي خلي الكهرباء 36 على 24. 36 على 24؟ ايه طبعا، تريفة زي لكل بيت، خليهم يضووا كلهم. يا رب دقلك حيضووا روسهم للمواطنين بعد الحالة يعني. بعد ما شافوا شيء وهونيك عندهم الانجاز الكبير اللي بدو يزهلون. شو يا زلمة؟ بدي تل الدنيا عبيها غاز. بدك تعبي الدنيا غاز؟ ايه، خلي كل اللبنانيين ينعموا بالغاز ليل نهار صبح عشية، كل الوقت ينعمانين بالغاز. يا اخي انا برأيي غلطان بشوي. شو غلطان؟ هتعبيها مش غاز. شو بدي عبيها؟ غازات.